نحن هلا بالكنيسه وبندعي يضل الامان ببلدنا. كلنا سوا ندعي بصوت واحد، حتى بالصلاه اذا بتجي بتحضري بتسمعي كل الوقت دعاوينا لسوريا وللي صار انه نخلص منه. سلام وامن لسوريا، هذا اكثر شيء بتمناه يعني، ويكون في فرح يعني بين العالم، ونرجع نشوفهم فرحين مثل قبل، ونرجع نشوف البسمه اللي كانت بسوريا وسوريا القديمه ترجع. الله يحمي سوريا ويرجع البلد مثل ما كانت ويحمي الشعب كله. رغم كل شيء، رغم القذايف، رغم المطر، رغم الطقس، الحمد لله العالم عم تجي على الصلاه وما في محل. نعاد هذا العيد وتكون سوريا معافايه من كل امراضها ومن كل القصص اللي صارت فيها. الله كل عام وانتم بخير. ونعاد على سوريا وعلى جيشها من ونأمل ونرجع مثل الأول. أتمنى كل خير وأتمنى السلام يعم على الجميع. نيت كل السوريين ويرجع الأمن والسلام والله يرحم شهداء الجيش ويشفي المرضى. ملك السلام يجيب لنا السلام على الأرض وخصوصي لسوريا لأنه حاجة تعبت العالم. كل الأيام كنا كتير ننبسط بس ما حدا كان حاسس بهذا الشيء، لما فقدنا حسينا فيه، فانه هيك ان شاء الله يا رب يرجع الامن والامان لسوريا وترجع بلدنا بالف خير. امنيتي انه يرجع الامن لهي البلد وترجع مثل ما كنا نعيد من 7 سنين وقبل، نرجع اخوه كلنياتنا سوا، والله يخلي هاي البلد وينعاد على الجميع بخير وسلامه يا رب. هلا عم تنزل القذايف وجايين نصلي لانه نحن متكلين على ربنا.